now. السلام عليكم متابعي قناة شوف تي في المباشر من مدينة ديال سطات، في إطار رصد التتبع والمواكبة ديال مختلف الأسعار والأثمنة ديال بعض المواد الأساسية الحيوية. الدجاج مازال طالع في الثمن، الدجاج البلدي محافظ على الثمن ديالو 55 درهم الكيلو، عكس الدجاج الرومي اللي مرة كيكون طالع مرة كيكون هابط. بالنسبة للدجاج البلدي الثمن ديالو مازال داير 55 درهم الكيلو اليوم الحد. اليوم الحد حنا كنتواجدوا عند واحد البائع الدجاج رضوان اللي بسوق مبروكة، سوق مبروكة من يعني الناس معروفين ببيع الدجاج البلدي، متخصصين في بيع الدجاج البلدي هنا بمدينة ديال سطات، مارشي مبروكة. كنحاولوا أننا نقلوا لكم مختلف الأسعار والأثمنة ديال الدجاج، الدجاج اللي داير الثمن ديالو، يعني الدجاج اللي داير الثمن ديالو 55 درهم الكيلو، هذا الدجاج البلدي عكس الدجاج الرومي. الدجاج الرومي اللي مرة كيكون طالع في الثمن مرة كيكون هابط. بالنسبة للدجاج البلدي الثمن ديالو هو 55 درهم الكيلو بالمدينة ديال سطات عند رضوان بائع الدجاج البلدي بمدينة ديال سطات. كنحاولوا نقلوا لكم متابعينا ومشاهدينا الأوفياء يعني مختلف الأسعار والأثمنة ديال الدجاج ديال السوق. الدجاج البلدي اللي داير الثمن ديالو يعني 55 درهم الكيلو بالمدينة ديال سطات، بالمدينة ديال سطات كيف ما ذكرنا لكم، يعني كيف ما ذكرنا لكم عكس باقي يعني عكس الدجاج الرومي، انه مره كيكون طالع في الثمن مره كيكون هابط في الثمن، داكشي على حسب السوق، مره كيكون طالع في الثمن مره كيكون هابط في الثمن. ولكن اليوم الحد هذا الدجاج الرومي مره كيكون طالع مره كيكون هابط، ولكن بالنسبه للدجاج البلدي الثمن ديالو مازال داير 55 درهم الكيلو بالمدينه ديال سطات، مازال داير الثمن ديالو 55 درهم الكيلو بالمدينه ديال سطات. كنقلوا لكم هذا البث المباشر من المدينه ديال سطات من عند بائع الدجاج رضوان، رضوان يعني بالسوق ديال مبروكة، السوق ديال مبروكة. خويا رضوان بغيناك واحد دقيقة قلنا الدجاج الله يرحم لك الوالدين. السلام عليكم سي رضوان. السلام ورحمة الله وبركاته. سي رضوان خويا أنت كبائع الدجاج البلدي هنا من 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 قديم هنايا بالحي مبروكة ومتخصص بيع الدجاج البلدي. الدجاج البلدي والحمام وقنية. وقنية هذا هو التخصص. التخصص ديال الوالد. شحال شحال داير الدجاج البلدي أخويا؟ الدجاج البلدي 55 درهم الكيلو. 55 درهم الكيلو. 55. كنشوف أنا الدجاج البلدي يعني باقي محافظ على الثمن ديالو، ماشي بحال الرومي مرة كيكون طالع في الثمن مرة كيكون هابط. مازال دابا يطلع البلدي، دابا مازال يطلع. شحال تقريبا يوصل؟ يوصل حتى ل 70 65 60. اما مع ايامات الحوادث راه الحوادث راه يوصل حتى ل 90 درهم 90 درهم 90 درهم الكيلو ضروري 90 درهم. ورغم انا اللي كنشوف السي رضوان انت هنا كبائع ديال الدجاج البلدي المتخصص في الدجاج البلدي القنيه الحمام، كنشوف هنا كيكون اقبال على الدجاج البلدي. ضروري كاين موالي، كاين مطبع بشي حاجه راه يديها فعلا، كاين مطبع بشي حاجه راه ما يلحقش ليها. ولا نبيعو نشريو مع الدرويش ما كاين حتى هذا هو اللي كاين. مع الدرويش راه هو اللي يشري هذا الشيء. كاينه الله يسخر لك الامور اخويا رضوان. شكرا لك السي رضوان الله يكبر بك. شكرا. كيف سمعتم متابعينا مشاهدينا الاوفياء القناه شوف تي في، القناه شوف تي في، القناه شوف تي في يعني انه الدجاج البلدي مازال محافظ على الثمن ديالو، كاين العشاق ديالو، كاين الناس ديالو،
يعني كاين الناس ديالو اللي كياخذوا كيف ما صرح لنا الاخ رضوان، كيف ما صرح لنا الاخ رضوان اللي هو بائع الدجاج، يعني بائع الدجاج، الدجاج البلدي اللي داير الثمن ديالو، يعني داير الثمن ديالو 55 درهم الكيلو. وكاينين الناس، كاينين الناس اللي هم يعني كيكون عندهم واحد الاقبال، كيكون الناس كيكون عندهم واحد الاقبال يعني على هاد، يعني كيكون عندهم ناس اقبال على هاد، يعني كيكون الناس عندهم اقبال على هاد، على هاد الدجاج البلدي، الدجاج البلدي اللي عنده ناس ديالو، فهمتيني. وكيف ما تكلمنا الاخ رضوان يعني كيكون واحد الاقبال كبير على هاد الدجاج البلدي، واللي محافظ على الثمن ديالو، مازال داير الثمن ديالو 55 درهم الكيلو، 55 درهم الكيلو. بالنسبه للقنيه 30 درهم الحبه، شحال الوحده؟ 30 درهم. صغيره ديال الكسيبه هذه، تبارك الله. هذه قنيه يعني 30 درهم الحبه. الجوجة كيف كتشوفوا يعني بالنسبة لهذه مختلف الأثمنة يعني ديال الدجاج ديال القنية، الدجاج البلدي اللي داير الثمن ديالو، الدجاج البلدي اللي داير الثمن ديالو 50 درهم، 55 درهم الكيلو، قنية داير الثمن ديالها يعني 30 درهم الحبة عند رضوان هنا بالديرة ديال سطات حدا المارشي ديال مبروكه. هذه هي الاثمنه متابعينا مشاهدينا الاوفياء قناه شوف تي في ديال مختلف يعني يعني مختلف الدجاج، الدجاج البلدي اللي داير الثمن ديالو 55 درهم الكيلو. كنحاولوا نقلوا لكم هاد الاجواء، نقلوا لكم الاثمنه من السوق. كيف ما ذكرنا لكم يعني الدجاج البلدي اللي داير الثمن ديالو 55 درهم الكيلو بالمدينه ديال سطات اليوم الاحد. الدجاج البلدي طالع في الثمن، الدجاج البلدي محافظ على الثمن ديالو عفوا يعني 55 درهم الكيلو. بالنسبه للدجاج الرومي مره كيكون طالع مره كيكون هابط. كيف ما تكلمنا الاخ رضوان اللي هو بائع ديال الدجاج، قال لك ودي بانه الدجاج البلدي كاين الناس ديالو اللي كيحاولوا انهم يكونوا واحد الاقبال كبير على هذا الدجاج. هذه هي الاثمنه متابعينا مشاهدينا الاوفياء قناه شوف تي في من خلال هذا البث المباشر من سوق مبروكه، سوق مبروكه عند بائع الدجاج البلدي المتخصص في الدجاج البلدي الاخ رضوان. كنشكركم على التواصل وكنشكركم على التفاعل من خلال هذا البث المباشر، كنشكركم البث المباشر من خلال هذا البث المباشر، كنشكركم على التواصل والتفاعل من خلال هذا البث المباشر. تائنا اننا نقل لكم مختلف الاثمنه ديال الدجاج، ديال الدجاج في السوق، الدجاج داير الثمن ديالو 55 درهم الكيلو بالمدينه ديال سطات، المدينه ديال سطات.